بسم الله الرحمن الرحيم. هنقدم النهاردة حلقة جديدة بعنوان رفقا بمخلوقات الله. الحقيقة احنا لو نظرنا للكون نجد ان الوجود كله منسجم بنظام واحد، ديناميكية او ميكانيكية كاملة، نظام مظبوط. يعني مثلا عمرنا ما شفنا أمة من النبات شنت حرب على أمة تانية، عمرنا ما شفنا ان الشمس مثلا قالت النهاردة ماليش مزاج اطلع مش طالعة، او نزل المطر من السماء ونزل تلج وقال مش هدوب، او جه حط واحد حمل قاذورات على اي حيوان عشان يحملها له قال له مش هامشي. ما عمرنا شفنا الكلام ده. كل الوجود ماشي بنظام دقيق جدا ما بيتغيرش من ملايين السنين. الوحيد اللي بيخالف النظام والوحيد هو اللي بيقلب الدنيا الإنسان. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى نبهنا في كتابه وقال إيه، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم ترى أن الله يسجد له ما في السماوات وما في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. خد بالك بقى من كلمة وكثير حق عليه العذاب دي، لما ربنا يقول لك لله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، يعني معناته كل مخلوقات الله تدين بالسجود لله. إنما لما يجي يقول لك وكثير حق عليه العذاب، أنت أول ما تقراها بتفكر إن دي خاصة للإنسان. لا، كل مخلوقات الله مكلفة بالسجود، فمن يشذ عن هذا التكليف حق عليه العذاب، سواء كان من إنسان أو من حيوان أو من دواب أو من جماد أو من أي حاجة. أي خلق من خلق الله يشذ عن السجود فيحق عليه العذاب. طيب إيه معنى السجود؟ السجود هو إنك تأخذ أشرف منطقة في جسمك اللي هي الجبهة وتضعها على أحقر شيء اللي هو التراب، منتهى الخضوع لله. طيب كيف سجود الجماد؟ حد يقدر يقول لي ايه هو سجود الجماد؟ كيف بيسجد؟ ابدا ما حد ابدا يقدر يوصل للمرحله دي ولا يقول لك الجماد ازاي بيسجد. طب الجماد بيسبح، حد يقدر يقول ازاي الجماد بيسبح والشجر بيسبح وكل حاجه بتسبح؟ ما حد يقدر، لان ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقهم قال لا تفقهون تسبيحه. يعني ما تجيش تتفلحس وتقول ايه خرير الشجر هو تسبيحه، حفيف الشجر هو تسبيحه، خرير المياه هو تسبيحه، زائد العصافير تسبيحه. هو قال لك لا تفقهون. يا عمنا انت جاي تقول ايه؟ انت جاي يعني فقهتها غلط، ولا تفقهون تسبيحهم ابدا. انما هل الجماد له شعور؟ تعال نسأل القرآن ونشوف القرآن هيقول ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. جهولا. طيب لما يجي يقول لك عرض الأمانة على السماوات وعلى الأرض والجبال فأبين أن يحملنها، مرضوش، معناته لهم اختيار، معناته إنهم قالوا له لا ما أنا مش عايزين نحملها، معناته ان هم اشفقنا منها. يعني الشفقه ده هل مخلوق يشفق من غير ما يكون عنده مشاعر؟ مش ممكن. فده يديكي اشاره الى ان مخلوقات الله بتسمع وبتحس ولها راي ولها قول، انما ما نقدرش نوصل له، ما نقدرش نعرفه. انت لو تبص على الكون تجد ان كل الكون يعج بالاصوات العاليه. تخيل الجماد بيسبح والجبال بتسبح والبحر بيسبح والشجر بيسبح والنباتات بتسبح والملائكة والجن وأصوات مليانة في العالم حوالينا، إنما من رحمة ربنا حجب عننا سماحها، تقدرش تسمحها. أنت لو يتشال عنك الحجز اللي في ودانك بتسمع ضجة في الكون كله أصوات، إنما من رحمة ربنا منعها عنك. الرسول صلى الله عليه وسلم لما حب يعرف الناس الكلام ده وقال لهم ان كل ما في الوجود يسبح لله، فأزال عن أسمعهم الغطاء ده وحمل الحصى في ايده وسمعهم كيف يسبح الحصى في يد الرسول صلى الله عليه وآله.
دلوقتي علماء النبات اكتشفوا جهاز، ان الجهاز ده لما يجوا يقصوا شجرة بتصرخ، سجلوا صوت الشجر هو بيصرخ لما يجوا يقصوه في الغابات. طب بذمتك انت لو كان ربنا سمعنا الحكاية دي، كنت قدرت تاخد الشجر، تقطع الشجر وتاخد الخشب وتبني بيتك وتعمل عفشك؟ ما كناش هنقدر، كان الشفقة بتاعتنا هتغلبنا، هتصير الأرض كلها عبارة عن أشجار ما نقدرش نقطعها. فلذلك من رحمة ربنا في الكون إنه ما سمعكش المواضيع دي، ما سمعها لكش. إنما أسألك سؤال، إحنا عارفين دلوقتي الجمادات لها شعور وليها إحساس وبتفكر وبتقول آه وبتقول لأ. أكتر شيء في الجمادات قريب للإنسان الماء. جسمك 60% منه مية، المية كتير قريبة من الإنسان، بحيث المية بتتشكل بحالتك النفسية وبتتغير طبيعتها أو البلورات بتاعتها على هوا حالتك النفسية أنت. طب إذا كان الماء أكتر شيء قريب من الإنسان، هل أنت يجيك لحظات كده وأنت واقف تحت الدش بتتحمم تقوم تصرخ او تقول شغله او تنادي على اللي بره بصريخه؟ كل حالتك النفسيه دي بتتعكس على الميه اللي نازله عليك، بتبقى الميه اللي عليك مش مريحه. وعشان كده بيقولوا العلماء، بيبصوا النساء ما تطبخيش وتقفي في المطبخ وانت معصبه ومنرفزه، لان حالتك النفسية والطاقة السلبية اللي انت فيها بتنعكس على المية اللي في الأكل قدامك، ولو انعكست على المية اللي في الأكل قدامك وتلخبطت، بيجوا ولادك ياكلوا بتبص تلاقي بعد الأكل يقول لك أنا عندي صداع، والتاني يقول لك بطني بتوجعني. ليه؟ لأن انت السبب في الطاقة السلبية اللي نزلت في الأكل. وكمان بيوصوا المرضعات اللي بترضع الأطفال، سواء كانت بترضعهم منها او بترضعهم من انينه او اي حاجه، بيقول لك اوعي تمسكي طفلك وانت معصبه ومنرفزه، لان حالتك النفسيه بتنعكس على اللي بيشربه. فاذا كنت هاديه بيشرب الحليب بهدوء، لان بلورات الميه اللي في الحليب بتنزل بطريقه جميله بتريحه. اذا كنت عصبيه ومتنرفزه ومتضايقه بتنزل بطريقه بيعمل له مغص وبتعمل له اشياء تانيه في بطنه. فانتبهوا للحكايه دي. يعني يا ريت اللي بتيجي بترضع ابنها تتوضى. الوضوء بيهدي من جسم الانسان. الوضوء مع آية قرآن وانت بترضعي، او موسيقى هادية وانت بترضعي، بتنزل هنيئا مريئا على قلب الطفل. انما انت تكوني معصبة وتمسكي له الانينة او تدي له صدرك وانت معصبة، ضيعتيه. دلوقتي لما نيجي نشوف ان كل الموجودات لها احاسيس، يبقى وإلها شعور، ايه المانع بقى ان احنا نفهمها؟ المانع ان احنا محجوزة عننا سماعها وسماع كلامها وسماع تسبيحها. لما نيجي نشوف هنا، ربنا سبحانه وتعالى حب ينبهنا ويورينا ان الكون كله يسبح في نفس الوقت، كل الكون. عشان كده انت لما تمسك صور القرآن تجد ان مثلا في سورة الإسراء يقول لك ايه، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد. كلمه سبحان تنزيه الذات للذات، يعني هو بينزه نفسه. يجي في سوره الحديد والحشر مثلا يقول لك يسبح لله ما في السماوات والارض. يجي في سوره الجمعه والتغابن يسبح لله ما في السماوات والارض. انما جالك سوره ثانيه يقول لك سبح اسم ربك الاعلى. ولذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لك جعلوها في سجودكم، لأن أنت وأنت في سجود في حالة الخضوع الشديد لله، ففي الحالة دي تقول ربي سبحان ربي الأعلى. وليه اختار كلمة الأعلى؟ لأن في تحت الأعلى عالين. أنت لما تيجي تتذكر لما كلام اتكلم مع إبليس وقال له أستكبرت أم كنت من العالين؟ لأن في عالين اللي هم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعض الملائكة. فإذا كان في عالين لابد أن يكون الله هو الأعلى. فإذا التسبيح يمشي في الكون كله، في الماضي، في الحاضر، في المضارع، في الأمر، كله التسبيح في جميع. وبعدين أنت بص عليه، بيني وبينك بص كده، لما تبص تكون قاعد زي ما احنا قاعدين في أمريكا كده، الولاية دي بتسبح بيأذن فيها، بعد دقيقتين بيأذن في ولاية تانية، بعد 5 دقايق بيأذن هناك، بعد 4 دقايق، بعد 10 دقايق بيأذن هنا. الكون كله بيقول الله أكبر، الكون كله بيقوم لا التسبيح ولا التهليل ولا التحميد. كل الكون في نفس الوقت كله عبارة عن تسبيح داير في الكون كله.
طيب مش ضروري يكون التسبيح بصوت عالي، مش ضروري لان مثلا انا هديك المثال، انت هو بيقول لك مش ضروري تسبح وتقعد تعمل، لان مثلا تيجي تقول ايه، انا بسمعش الخشب بيسبح ولا الجبال بتسبح ولا بنسمع حاجه. التسبيح مش ضروري يكون بصوت عالي. اديك مثال، انت واقف وجنبك 4 من الصين وبيحكوا مع بعض، بتفهم؟ مش هتفهم. ولذلك انت لو سمعك تسبيح المخلوقات مش هتفهمها، فعشان كده قفل عنك انك تسمعها. التسبيح مش لازم يبقى بصوت عالي، انما جه هنا في حالة خاصة وسمع داود تسبيح الجبال، ازال من على ودانه وسمعه وفهمه طريقة تسبيح الجبال والطير، وامر الجبال انها تأوب معه، تأوب يعني ترجع تسبيحها مع تسبيحه، يا جبال أوبي معه والطير. فكان داود لما يطلع، لانه تشال من عليه من على ودانه الحاجز اللي عندنا، فكان يسمع تسبيح الجبال ويسبح معاه والجبال تسبح معاه، والطير كذلك كانت تسبح مع داود. فدي احكام كلها في الله في كونه. طيب هنا بقى لما يجي يقول لك سبح اسم ربك الاعلى، هذا امر للرسول. طالما امر الرسول معناته امر امه محمد صلى الله عليه وسلم بالتسبيح، امرنا بالتسبيح. طب انت بتسبح ولا بس في الصلاه بتسبح؟ اجمل حاجه في التسبيح لا اله الا الله، واقوى كلمه واتقل كلمه في الميزان لا اله الا الله. شوف فوائد لا اله الا الله ازاي. الكلمه دي مكونه من 12 حرف بعدد شهور السنه، عندنا في السنه 12 شهر، عندنا 4 شهور حرم اللي هي كلمة الله، ألف لام لام ه، 4 شهور حرم في السنة. الكلمة دي لما تجمعها مع محمد رسول الله تجد إنها تكونت من 24 حرف. ال24 حرف ده لو قلتهم، لو قلت ال12 حرف بيغفروا لك ذنوب سنة، لو قلت ال24 حرف لا إله إلا الله محمد رسول الله بعدد ساعات الليل والنهار، كل حرف بيغفر لك ساعة من الزمن اللي انت كنت قاعد فيه وحصل معاك اي غلط بيغفر لك اياه. الكلمة دي الآية دي عدد كلماتها 7 بعدد أبواب جهنم، كل كلمة بتسد عليك باب من أبواب جهنم. الكلمة دي ما فيهاش نقاط، ما عليهاش نقط. ليه؟ لأن بتكون دي عبارة عن إن تعظيم لله سبحانه وتعالى، أن يكون يعني نقول لا معبود سوى الله، ما فيهاش نقاط، ما فيهاش أي حاجة، كلمة مجردة. الكلمة دي تقدر تقولها لأنها بتطلع من الجوف هنا. شوف لما أقول لا إله إلا الله، جربها معي تجد أنها تطلع من جواك، مش من حنكك، من جواك. ولذلك الكلمة دي لما تقولها ما تستعملش فيها شفايفك، ممكن تقفل شفايفك وتقولها بلسانك جوه وترددها، عشان ما تقولش مثلا وانت قاعد في اي عند دكتور او في اي مكان تقعد تتكلم وتحرك شفايفك كله، الراجل ده مجنون او الست دي مجنونه. لا، اقفل شفايفك وقولها بلسانك بترددها جواك. الكلمه دي سهله انما ثقيله قوي قوي في الميزان. طيب طالما احنا مأمورين بالتسبيح، عندنا اجمل انواع التسبيح او اعظم انواع التسبيح بعد لا اله الا الله، تسبيحه الزهراء. تسبيحة الزهراء مهمة قوي يا جماعة. أنا لما بروح على المساجد بلاقي الناس بعد ما يسلم الإمام بيقوموا على طول وراه، رغم إن كان مجبور من الإمام إن يقول لهم يذكرهم بتسبيحة الزهراء. الناس بتقوم، بتفضل إنها تجري على شغلها وعلى مصالحها قبل ما تخلص، رغم إن تسبيحة الزهراء دي كتير مهمة. حتى إن الإمام الصادق سلام الله عليه بيقول لك كنا نؤمر صبياننا بيها كما نأمرهم بالصلاة، يعني قيمتها من قيمة الصلاة. يقول لك ان اللي لو قلتها قبل ما تتني رجليك من الصلاة غفر الله لك، يعني دي غفران ذنوب، انما لها شروط. الباقر اول حاجة سلام الله عليه بيقول لك ان تسبيحة الزهراء دي 100 بتقولها، لانها 34 الله اكبر، 33 سبحان الحمد لله، 33 سبحان الله، يعني تبتدي بالله وتنتهي بالله، في النص الله أكبر الحمد لله سبحان الله.
التسبيحة دي 100، إنما تقولها في الميزان 1000، تتحسب لك 1000. طيب هنا بيقول لك إن لما ربنا يقول لك واذكروا الله ذكرا كثيرا، قصد الله به هذه التسبيحات، هو الذكر الكثير اللي هو تسبيحة الزهراء. ولذلك يقول لك هنا إن الإمام علي سلام الله يقول لك التسبيح نصف الميزان، والحمد يكمل الميزان، ولا إله وسبحان الله ولا إله إلا الله، والله أكبر بتعبي بين الأرض وبين السماء، ما تنسوهاش، ما توقفوش عنها. إنما الصادق عليه السلام بيقول لك دي كنوز من كنوز من أسرار الكنوز الإلهية، إنما ما حدش يقدر يتعرف على أسرارها كتير غير الجماعة العرفانيين أو اللي داخلين في الموضوع. لأن بيقول لك لو عايز تستعمل أسماء الله والأسماء الله الحسنى في أورادك لازم تكون عارف العدد، زي ما ربنا اداك تسبيحة الزهراء بالعدد، كل حاجة تستعملها في الورد بالعدد، لأن بيشبه العدد بالنسبة للورد بالدراع، لو كان الدراع طويل بيوصلك اللي انت عايزه، عملت التسبيحة بالعدد بيوصلك، عملت التسبيحة بالعدد غلط مش هتقدر توصل للي انت عايزه. وعشان كده الأوراد بالعدد، التسبيحات بالعدد، وكل شيء بالعدد. طيب هنا لها شروط تسبيحة الزهراء. شرط أول حاجة إيه؟ الخشوع، يعني يقول لك لما تسلم من الصلاة ضلك كأن في حالة صلاة، لا تبص يمين ولا تبص شمال ولا تتكلم مع حد، تدخل على طول في تسبيحة الزهراء، وتكون وضعك وانت قاعد زي وضع التشهد بالظبط، يعني كأنك في حالة صلاة، ما تفكش رجليك ولا تعمل اي حركة، كأنك في حالة الصلاة، تكمل تسبيحة الزهراء على طول، ما تقطعهاش، يعني الموالاة تكون ورا بعضيها. حتى ان الصادق عليه السلام بيقول لك اذا شككت فيها عدها، مش تقول خلاص بقى ويلا، اذا تشككت فيها عدها، قد ما هي مهمة جدا، دي سر من الاسرار الالهية العظيمة، اللي بيعملها بتغفر ذنوبه، واللي بيعملها بياخد قيمة كبيرة عند ربنا لا يعلم مداها الا الله. الامام زين العابدين كان يقول لك اجمل حاجة في تسبيحة الزهراء لو صبحتها على تربة الحسين عليه السلام، لان تربة الحسين انت لما تسبح بيها تسبيحة واحدة ب70، لما تلف المسبحة كأنها لفت معاك 70 مرة. نجيبها منين بس التربة دي؟ نيالهم اللي عندهم. كان الإمام زين العابدين يقوم الصبح يقول لك إيه، إذا صلى الصبح كان يقول إيه، لا يتكلم مع أحد حتى يأخذ السبحة بين يديه ويقول اللهم إني أصبحت أسبحك وأحمدك وأهللك وأكبرك وأمجدك بعدد ما أدير به سبحتي، ويدور السبحة فكلها تطلع بالأعداد اللي ربنا حسبها له. انا كنت حابه في الموضوع ده ان انا انبهكم على تسبيحة الزهراء، لان لفت نظري ان في الصلاه ما حدش بيعملها، في الجوامع خصوصا ما حدش بيعملها، نبهتكم عليها، وان شاء الله يكون فيها افاده، وبنشوفكم ان شاء الله في حلقه تانية، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.